المرة الأولى ما جاوبتوش، المرة الثانية من جاوبته عاود قال لي هذاك الشيء اللي قال لي دبرت على شي 25. وقع جريمة قتل ديال الأخ ديالي، وأنا ما كان على بالي، قالوا لي الناس ودي راه وقع شي واحد قتل المدام ديالو هنا في الدوار. ملي جيت كنسول قال لي ودي راه ولد راه خويا دري ديالي نيت هذا ولد حبيب الرماي. وين المشكلة؟ لي أنا غادي نيت كان صعب بلا ما تقبلتهاش. وصوني في المهم في دارك اللي مشي نشوف الدار، ملي مشاو قال لهم هذاك الشيء هما يعيطوا عليا وانا اللي مشيت لابريني. قالوا راه الا شتي وجمع معاك راه انسان طيب حتى هو ما شاء الله، راه يعني ما شاء الله وهو الصغير فينا، وخا ما عندوش تجربه في الحياه وفي الزمان، ما زال ما عندوش تجربه، ما عمرو تزوج، ما هذا الشيء اللي عندي. دابا الخوي ديالي صونا لي انا ماشي جوج ديال النهار كنت في الحد بالفعل مريح في الطانوبيل الناس، صونا لي المره الاولى ما جاوبتوش، المره الثانيه من جاوبته عاود قال لي هذاك الشيء اللي كاين، قال لي دبرت على شي 25 عام. صافي هادشي اللي قال لي، قلت لي فين كاين، قال لي انا غادي نسكن. صافي ما قلتليش واش ما قال لا ما قال لي والو. صافي هادشي اللي قال لي هو يقدر، انا اصلا ما تقبلتهاش. وصوني في المهم الدار قلت لي نمشي نشوف الدار، ملي مشاو قال لهم هذاك الشيء هما يعيطوا عليا وانا نجي مشيت لابريك. صافي هادشي اللي وهاد الواقع اخويا ما سبحان الله، حنا ما كان على بالنا ديالنا هادشي غادي يوقع. الخوادري ديالي مسكين هو ما يرزق السلامة، انما فاش كانوا جاو عندي هاد الناس اللي تلاقى معاهم فاش الناس معاهم جاو عندي فاش شفتهم مساكن في الاول، انا فرحت فاش دوك الناس زوينين مساكن على وجههم مزيانين. قلت اودي راه مزيان كاع هاد السيد، ملي والله الا عنده الزهر كاع ملي تلاقى مع هاد الناس هادو راه زوينين. واليوم اخويا كنت تفاجئ بهاد القضية هادي، ما كاينش تقريبا في المدة ديالهم شي 20 يوم ولا ما كايناش كاع. فقال لك اودي راه وقع جريمة قتل ديال الأخ ديالي، وأنا ما كان على بالي، قالوا لي الناس ودي راه وقع شي واحد قتل المدام ديالو هنا في الدوار. ملي جيت كنسول قال لي ودي راه ولد راه خويا دري ديالي نيت هذا ولد حبيب الرماي. وين المشكلة؟ ولحد الآن خويا ما عرفناش المشاكل ديال السبب ديالهم، حيت هما كيعيشوا بيناتهم بوحدهم، الوالدة ديالي كتعيش بوحدها وخلات لهم هما الدار تما هي ساكنين فيها بوحدهم، والكراية كاينين تحت منهم، وهو ساكن تمانية غير هو والسيدة ديالو. راه هذا هو المشكل، يكون ها كانت الوالدة كانت معنا ما غاش يكون هاد الحدث الثاني. والله يرزق السلامة ما شاء الله هادشي اللي كاين. والحال نعم سيدي الطبع ديالو راه الا شتي وجمع معاك راه انسان طيب حتى هو ما شاء الله، راه يعني ما شاء الله وهو الصغير فينا، وخا ما عندوش تجربة في الحياة وفي الزمان، ما زال ما عندوش تجربة، ما عمرو تزوج، ما هادشي اللي عندي اللي انا فيه. وانا سيدي قلت انا هاد السيد ربما والله تعالى اعلم الا كان انسان وجمع راسو راه غادي يزيد لقدام وغيستمر في الحياة الزوجية وغتكون الحياة الزوجية ديالو حياة ناجحة، ولكن ما قدر ما شاء الله فعل، قدر الله ما شاء فعل. وديها اسمح هادشي اللي قال هو مسكينة الله تغمضها الله في وسع رحمته، هادشي اللي كنتمنى وصل الله يواليها برحمة الله، والله يصبر العائلة ديالها. وهي راه ختنا نيت حنا مسكينة ما شاء الله، حنا راه بقى فينا تألمنا بشكل كبير، هادشي ألمنا كبير، الأخوات ديالي تيبكي وكل شيء تألم. ما نقولش لك العائلة كاملة في التليفون بعيد في القريب، الناس اللي العائلة ديالنا ما كيعرفوش، العائلة ديالنا مازال مساكن بزاف لأن هاد المدة هادي قريبة من الزمان، ولكن ما شاء الله سبحانه وتعالى شغنقول لك لا اله الا الله. كل شيء مألم، لا الاخوال ولا الامام ولا العائلات ولا خواتاتي ولا كل شيء في التليفون ما شاء الله سبحانه وتعالى. وتا هو ما ملي كنشوفو قال لي ما الضحك ما كيبان على وجهه والو، ما كناش كننتظروا فيه هذا المشكل كاع يوقع ما عرفتش يوقع، ولكن ما كناش كننتظروا هذا السيد انه غادي يقتل هذه السيده ولا غادي يدير هذه الكارثه هذه. والله الا ما شاء الله سبحانه وتعالى ما شاء الله. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.